يعني يستحق الاهتمام ويستحق الدراسة ويستحق أن مسؤولين في ولضمان مستوى الخدمة، برجاء العلم أن المكالمة قد تكون مسجلة. أيضا يمكنكم المتابعة من خلال موقع الشكاوى الحكومية على الرابط www.shakwa.eg. للشكاوى من تغيير غير عادي لقيمة الخدمات أو السلع، برجاء الضغط على الرقم 1. للشكاوى من الخدمات الحكومية، برجاء الضغط على الرقم 2. رقم 1. توافر الرقم القومي. مدة المكالمة محدودة. لخدمة أكبر عدد من المواطنين يرجى الدخول مباشرة لمضمون الشكوى. مدة المكالمة محدودة عشان ما اقدرش اقول كل اللي انا عايزه. يرجى الضغط على رقم 1. وان قلت حاجة غلط بتقفل المكالمة على طول. على رقم 2. بس بيردوا عليكم؟ كانوا بيردوا؟ لا، هو يعني معظم الوقت بيبقى الخط مشغول. طيب انا مش عارف الخط دلوقتي مشغول ولا قطع ولا ايه. محمد احمد، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد، اتشرف باسم حضرتك. طيب انا عندي نورهان كرم وندى اسامه ومحمد فتحي. اتفضل يا محمد. حضرتك احنا كنا عايزين نقدم شكوى. الحمد لله اللي يعني حضرتك وصلت لنا. تحت امرك. تمام. شكوتنا ايه؟ حضرتك سامعني يا فندم؟ شكوتنا اللي انا عايز اقدمها لحضرتك ان انا ماليش مكان في الكليات، مع ان الوزير اللي هو وزير التعليم العالي قال من 50% لحد 69 ليه مكان في الكليات الحكوميه، وانا بضمن له مكان في الكليات الحكوميه. تتشرف باسم حضرتك اولا. محمد بكري سيد طلبه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني الشكوى بخصوص ايه يا فندم؟ بخصوص عايز الاقي مكان. وحضرتك ما سمعتش الشكوى كامله؟ عايز الاقي مكان في كليه حكوميه ما ادفعش فيها فلوس. تمام؟ لان انا مش معايا ان انا ادفع فلوس. حضرتك قدمت في التنسيق يا فندم؟ قدمت في التنسيق. التنسيق جالي رغبات. لقد نفذ رغباتك. لقد نفذ رصيدك. ما معيش رصيد. يعني ايه يا فندم؟ لا يعني ما فيش رغبات حضرتك. يعني ايه يا فندم بقى؟ عفوا لم اوضح لي اكثر. اوضح لك اكتر. الرغبه زيرو. استنفذ الطالب رغباته. لسبب ايه يا فندم؟ بسبب ايه؟ بسبب ان انا ما لقيتش كليه. مع ان انا المفروض لما حضرتك طب انتوا عاملين مكتب تنسيق ووزاره تعليم عالي، يعني انا المفروض لما اجي اكتب رقم الجلوس بتاعي واكتب مجموعه يظهر لي الكليات المتاحه ليا، صح ولا انا غلطان؟ حضرتك ارجع لهذا الشان لمكتب التنسيق يا فندم. ارجع فين؟ لمكتب التنسيق يا فندم. مركز التنسيق. ماشي، شكرا لحضرتك. تحت امرك. شكرا، شرفتني. طب استاذ محمد معايا؟ استاذ محمد اتفضل حضرتك. استاذ محمد، احنا برنامج البيت بيتك، واللي يكلم حضرتك دلوقتي احد الطلاب اللي هم بيشتكوا انه يعني الرغبات صفر او الاستجابه للرغبات صفر. احنا عاوزين نعرف مساله التنسيق دي تمت على اي اساس؟ بمعنى اولا قبل ما اسال السؤال اللي هو الفني ده، هو حضرتك مخول انك انت تجاوب على اي سؤال؟ تمام مع حضرتك يا فندم. عفوا، يعني ممكن تجاوبني على اي سؤال؟ تمام اتفضل يا فندم حضرتك. طيب. يعني ممكن توضح لي السؤال وانا تحت امرك. دلوقتي اللي هم طلاب المرحله الثالثه في التنسيق في الثانويه العامه اللي هي من 50% ل 69%. 50%. ايوه، جاي لهم رغبات او كتبوا رغبات 48 رغبه، مش كده؟ هو حضرتك الرغبات المتاحه بتبقى 48 رغبه. تمام تمام. مفيش ولا رغبه جات لهم كليات. احنا قلنا معاهد ومعاهد خاصه بفلوس. فده بيتم بناء على ايه يا استاذ محمد؟ تمام. عفوا يا فندم. استاذ حضرتك يا فندم، هو اولا احنا هنا البوابه الالكترونيه للشكاوى الحكوميه يا فندم. البوابه الالكترونيه للشكاوى الحكوميه. تمام. تابعه لمجلس الوزراء يا فندم. لمجلس الوزراء، مش مكتب التنسيق. تمام. احنا ليس لنا علاقه بالتنسيق يا فندم حضرتك. طيب ما هم كاتبينهم مع بعض. الرقم بتاع حضراتكم مكتوب على الاستماره اللي هي بتاعه الرغبات، مش كده يا جماعه؟ بالظبط. 16 5 28. تمام. هو 16 5 28 ده بالفعل يا فندم. أيوة. هو رقم البوابة الإلكترونية الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء يا فندم. الشكاوى يعني انتم مالكمش دعوة بالتنسيق؟ ليس لنا علاقة بالتنسيق يا فندم حضرتك. يعني وزير التعليم العالي الدكتور سيد عبد الخالق رمى عليكم الموضوع ده؟ احنا تحت
احنا تحت امر حضرتك يا فندم، ولكن انا بوضح لحضرتك المعلومه من خلال العمل اللي احنا بنعمل بيه يا فندم. طب والله كويس ان يعني كويس ان ان احنا اتصلنا بحضرتك يا استاذ محمد. مع حضرتك محمد احمد افندم، واحنا بنعمل بالبوابه الالكترونيه الشكاوى الحكوميه التابعه لرئاسه مجلس الوزراء. طيب اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد، انت راجل محترم. لكن حضرتك احنا نشتكي مين دلوقتي؟ الغريب عايز اسالك سؤال بس، يعني الغريب يا جماعه انه الرقم ده اللي مكتوب علشان الطلبه يشتكوا، فاتضح انه العنوان مش هو، العنوان غلط. العنوان غلط. حضرتك غلطت في الرقم. طيب مش فاهم يعني اروح اكلم مين؟ طيب. قولي اكلم مين؟ قولي لي يا